على على الاخرى اللي وقفت معنا حتى هي تضمن معنا فهاد سميتو فهاد المناوره اللي حنا فيها وفهاد الازمات اللي حنا فيها تنضغط بعض الممثلين الله يهديهم علينا ودابا هما دايرين خو بقات في القطاع كله حتى بداك القطاع ديال داك المحل ديال عين نقبي عطاو للناس والناس ما عطاوهمش وخلاو اللي بقى الفنادق قالوا انتم غادي تبقاو للسياحه بجوج السياحه يصوروكم واللي في الشارع عطاوهم المحلات ما عرفتش انا يبقى الفندق كي غادي يدير يجي الساعه يدخل عنده كادي هاد الانسان يدخل يصوروا وانت هضر لهاد الممثلين يكونوا صادقين مع الله مع هاد الصناعيه لا يصدقوا الله مع الصناعيه يزيدوا يستمروا ما يصدقوش الله يمشي بحالته ويخلي واحد اخر اللي يطلعوا انا تنطلب من السلطان عام سيدي ومن الحكومه ديالنا نشوف من حال هاد القطاع هذا ومن حال هاد الاخوان ينسقوهم ويكونوهم ويديروا يعطوهم ورقاتهم ويخليهم يمشوا بواحد المشوار اللي هو صالح بهم هما هاد الناس الممثلين ما شافوا حتى شي حاجه صالحه بينا ايوا تنشكر الجميع وتنشكر الصحافه الاسبريس تنشكر هذا ما عندي ما نقول في الساعه هذه صافي شي اللي بغيتي المجرم صافي المجرم واحد من الجبوتيين اخرج تحمل المسؤوليه الصناع كيموتوا الصناع اردنا التسويه اردنا ان نسوي ملفنا لكن يعاني من مرض مزمن من السكر واغنية عليه خصو لومبيونس دابا تجي انفسوا عليه اخرج يا المجرم وعبد الملك اخرج الله ياخذ بيدهم الحق يا الله ويحمي الحق يا الله ويحمي الحق يا الله ويحمي الحق السيد هذا كبا من الشيب 35 سنة الحرفة يصفه عبد الملك البوطيين بابن الزانية وتلملك نفسه وقل نعم فالله عما سلف لكن تعنت عبد الملك البوطيين بتدخله تدخل وتمت عرقلة سويتنا القانونية للاستفادة مستقبلا من حقنا من ثروات بلادنا كصناع كحرفيين يا عالم يا مغرب محمد السادس هنا نستنجد به ومحمد السادس شوف اش كيوقع في المملكه السيده صاحبي شو وجهو كي داير صاحبي هو السبب حنا رحنا هنا مازال يجي لعندنا ويخرج ويعتذر ويقدم اعتذار رسمي ومنزعزعوا من الهنا